الآن في ساحل الستين هنا في مدينة المكلا تزامنا مع موسم نجم البلدة السياحي. في هذا الساحل يكتظ بالزوار والمواطنين للاغتسال في مياه البحر الباردة. تعالوا بنا نرصد آراء وانطباعات المواطنين والزوار حول موسم البلدة. معنا هنا مجموعة من الشباب. السلام عليكم. سلام. حالك؟ لله. كيف البلدة معك؟ ما تحتاج. من وين أنت؟ من شعب البادية. أيوه. طيب حدثنا عن البلدة والأجواء. نزلت اليوم من الصباح. من الصباح أيوه. ما تحتاج بس صفطة بايخة ها. لأن صفطة بايخة البلدة بس. يعني في مزاح ثقيل هنا؟ أيوه. مثل إيش؟ يملون وجهك رمل. ويزقلون بك، يشلونك يزقلون بك البحر. هذول أصحابك يا أخي. أصحابك وأحياناً حد يغلط يحسبك صاحبه ويشلك. ولا المكلا يما شلنكي، أبي شلنكي، يما يما روحنا لنا. ولا المكلا يما شلنكي، أبي شلنكي، يما يما تركنا. تمام تي 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 تي. السلام عليكم. الله بركاته. الحمد لله. من وين لا؟ والله من مساكن. كيف البلدة؟ والله البلدة زينة الحمد لله، أجواء زينة إن شاء الله تدوم إن شاء الله بإذن الله. بس البحر المرة ما هو بارد. إيش السبب توقع؟ والله شوف عندنا هي أصلا النجوم أحيانا يعني يكون في النعايم أبرد من الحين النعايم اللي قبلها بارد البحر. أيوة صراحة اللي ما يجون البلدة يفوتهم مرة. حلو أجواء البحر والماء البارد مرة حلو. ايوه حتى شو اسمه يا ربي شو اسمه البحر بارد يعني حتى هو في شمس البحر بارد. طبعا انا واحد من الحاضرين او بالاصح اني ساكن في المكلا احيانا، بس توجهنا الى شبوه حاليا رجعنا عشان اجواء البلده. ما اجواء البلده يعني الواحد يتسلى يرفع عن نفسه، بما انه ما في تسليه هنا الا في هذا الموسم صراحه. هذا اللي اشوفه من ناحيه التسليه للشباب. ليش اليوم كذا انت ما اشتاف الا راسك؟ والله يقولوا هذه الايام موسم لاجمال البلده، يقولوا الواحد يعمل كذا دفن نفسه علاج. انت جيت عشان البلده؟ ايوه ان شاء الله. ايش كيف البلده؟ قوه الف مليحه زين. يعني جيتوا كلكم في رحله عشان تزوروا المكلا والبلده؟ أيوة علشان نزور المكلا ونشوف البلده. بس والله ان انا ليل عمري كامل بس اولاد جاوا اليوم يعني الجو روعه وبحر افضل من الكهرباء باختصار الكلام. ما عاد شي داعي اللي يبغى كهرباء يخرج على البحر. كهرباء ماشي برا، كهرباء على البحر موجوده. والحمد لله وجينا من مارب والحمد لله معنا مرضى ومعنا نجول والحمد لله ونشكره. انت جبت مرضى معك لهنا؟ ايوه معي لهنا الحمد لله. انا اتبع هذا اول واحد. كيف شفت المريض؟ الحمد لله تعافى. اي الحمد لله احسن كل يوم هو احسن. ايش لا؟ نعم. ايش عجبك في البلده؟ البحر. البحر تغسلتي؟ نعم. كيف البحر؟ بارد. بارد؟ طيب بتشاركي معنا باغنيه؟ ايش بتغني؟ علينا تعكر مزاج. تعكر مزاجك وانت داخل البحر. يلا غنيها يلا. علينا تعكر مزاجي هاجت امواجي، انا مني بحاجه لامثاله. علينا خطط تكلو كل بوابه، كل ما تنفتح لامثاله. وبعد أن قمنا برصد انطباعات وآراء المواطنين والزوار هنا في ساحل الستين تزامنا مع موسم البلدة، هذه دعوة للزملاء والزميلات في الاستوديو لزيارة مدينة المكلا والاستمتاع بأجواء البلدة إن شاء الله في العام المقبل. تحياتي لكم، السلام عليكم.